يعني اللي هي اللير اللي ما قبل الهندسه، هو قبل ما يعني ازاي المهندس يقدر يستخدم التولز بتاعته. ممكن نقول هي المرحله اللي ليها علاقه اكتر بالناس اللي شغالين في قطاع السوفت وير مع قطاع الانجينيرنج. هيكون السيشن بتاعتنا موجهه فقط للجزئيه دي؟ لا، الحقيقه احنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو غصب عننا، سواء شئنا او ابينا، هو بيأثر على المهندس حتى لو كان مش هو اللي عامل التول، بدليل ان احنا مثلا بنستخدم تولز زي ريفت، زي اوتوكاد، زي نافيس وورك، زي ايا كان التول اللي احنا بنستخدمها. ده يعتبر اللي عامله هو واحد سوفت وير ديفلوبر، لكن بالرغم من كده احنا بنتاثر بالتكنولوجي وبنتاثر بالتقدم اللي بيحصل في السوفت وير غصب عننا، سواء كان في شغلنا او في ايامنا، في حتى في يعني الديلي لايف بتاعتنا. وخلينا نبدا هنتكلم عن النهارده كونسبت اسمه الديجيتاليزيشن او الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي في عصر البنك، وازاي ان ده بيسمع او بيرفلكت عندنا في الـ AEC سيكتور. او ممكن نقول ان احنا النهارده هنتكلم عن بيم ليفل 3 اند بيوند. قبل كده اتكلمنا اكتر من مره، يعني اللي سمع المحاضرات ليه قبل كده او حتى ممكن عن طريق ناس تانيين، كنا بنتكلم عن البي اي ام والليفلز بتاعت البي اي ام والبي اي ام اوتوميشن، وازاي نقدر نتعامل مع البرمجه بتاعت البرامج او مع التقنيات الجديده بتاعت البرامج. اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هنتكلم عن الحاجات دي، بس مش عايز اقول المستقبل، لان هو واحنا شغالين هنلاقي ان الحاجات شكلها كبير وشكلها جديد، بس بالرغم من كده ان الحقيقه ان احنا بالفعل بقينا في المرحله دي، بقينا في النقطه اللي نقدر نحقق بيه الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده. انا اسمي هشام جمال جعفر، شغلي هي اني اساعد الشركات اللي شغاله في القطاع الهندسي ان هم يقدروا يعملوا تحسين للبروسيس، سواء عن طريق استخدام تكنولوجيا موجوده بالفعل اند يوزر، او باستخدام السوفت وير ديفلوبمنت بروجرامنج لانجويجز عشان خاطر يحسن من البروسيس بتاعه. حاليا انا شغال في بي كوميونتي، كو فاوندر في بي كوميونتي، هي تريننج هاب، وظيفتها ان هي تساعد الناس ان هم يتدربوا على حاجات زي اللي بنتكلم عنها النهارده وتوصلهم لسوق العمل. نقول عن الاي سي سولوشنز في شركه كوارت ستاندرد انفورميشن تكنولوجي، واللي منها حاجات من اللي احنا هنتكلم عنها النهارده البي اي ام والبي اي ام اوتوميشن، البي ار والاي ار والانتجريشن مع جي اي اس والحاجات دي. شغال سوفت وير ديفلوبمنت كونسلتيشن مع تي سيرف، وقبل كده كنت شغال في بعض الاماكن على راسهم ازري وباور ايجيبت، وكنت شغال في بعض المشاريع مع بعض الجهات الحكومية أو الخاصة في مصر وميدل إيست وأفريقيا. طيب، مين عارف الصورة دي؟ تسلا، مظبوط. تسلا هي بالظبط سيارة تسلا، هي من اشهر يعني من اكتر الحاجات اللي واخده ترند في الفتره الاخيره، هي العربيات والتكنولوجيا اللي بيستخدمها ايلون ماسك في بالظبط الالكتريك كار بتاع تسلا. والحقيقه اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو تقنيه بتستخدم بالفعل في اللحظه اللي احنا فيها دي في شركه تسلا، وهي تكنولوجيا اسمها الديجيتال توين. ايه الديجيتال توين؟ كل عربيه في السوق او مش موجوده في عربيه متباعه لتسلا، في نسخه منها موجوده في الشركه. هل هي نسخه ديجيتال بكل مكوناتها، وفي سنسورز موجوده في العربيه، السنسورز اللي موجوده في العربيه دي
بتخليك تقدر وانت في الشركه في الديجيتال اللي عندك ده تقدر تشوف هي العربيه دلوقتي البرفورمانس بتاعها عامل ازاي، هل فيها مشكله ولا لا. ومن فتره حصل مشكله في يعني في عربيه من العربيات، وبعدين هم وصل لهم المعلومه دي بسبب الديجيتال موديل اللي عندهم ده، ولما عملوا انفستيجيشن لقوا ان المشكله دي مش حاجه خاصه بالعربيه دي، لا دي حاجه موجوده في كل العربيات اللي نازله من نفس الموديل. عرفوا المشكله، عملوا ابديت للجزئيه دي، لان ما كانتش حاجه في الهاردوير، هي كانت حاجه في السوفت وير، فعملوا ابديت في الحته في الجزئيه دي، وبالرغم ان العربيات كانت خلاص اتبات، هو قدر عن طريق المونيتورنج وعن طريق السنسورز اللي عنده والديجيتال موديل اللي موجود ان هو يغير او يابديت في العربيه ويحل المشكله من غير ما يطلب من الناس ان هم يقولوا. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. التكنولوجي دي اسمها الديجيتال توين. يعني ايه الديجيتال توين؟ يعني يكون عندنا نسخه مثلا من حضرتك، نسخه ديجيتال زيك بالظبط، احنا بس هنحط على جسمك شويه سنسورز، وعندنا فيه 3 دي موديل لجسم حضرتك، والسنسورز دي بقدر عن طريقها ان انا اشوف وراقب مثلا نبضات قلبك، درجه حرارتك، الاماكن اللي انت بتروحها، كل ده اقدر استخدمه علشان خاطر يبقى عندي فيه زي سيميليشن منك. وعن طريق ده انا ممكن لو عملت ده طبعا مع اكتر من عدد كبير من الاشخاص هيكون عندي داتا كبيره جدا، وعن طريق الداتا دي ممكن اطلع احصائيات، اقدر اعمل بريدكشن لو انا عندي في حاجه معينه تكرر، لما بيكون مثلا في كوليكشن معين من الاتريبيوتس اللي موجوده على شخص فلاني، يعني مثلا الشخص ده خصيله دمه كذا والضغط بتاعه كذا والسكر بتاعه كذا، لو لقوا زي مثلا احنا المشكله اللي حاصله حاليا معانا مع كورونا هي مشكله ان احنا ما عندناش بيانات عنه، فاحنا لو عندنا حاجه زي كده كنا هنقدر نشوف ان من السنسورز اللي هتجمع بيانات من اجسام الناس دي هيكون عندنا كم كبير جدا من الداتا، ونقدر عن طريقه نشوف الباترن او النمط اللي بيتكرر مع كل الناس دي، وايه اللي بيحصل لما بيبقى فيه بعض التبديل والتوفيق ما بين الاتريبيوت. فهي دي فكره الديجيتال توين، زي ما عملنا تسلا، زي ما في فعلا ابلكيشن ليه في الطب، وفي الطب يعني في اللحظه اللي احنا فيها بيستخدم في الايدوكيشن اكتر، عشان خاطر يبقى في ديجيتال موديل شايفين عليه الحاجه اللي بتحصل في جسم الانسان ده بالظبط من غير ما يكون بيتعامل مع جسمه، وده اللي احنا هنشوف ازاي هنقدر نستخدمه في البي اي. طيب خلينا كده نورمج ونقول هو بيم ليفل زيرو هو عباره عن ايه؟ اوكي 2D 2D drawings ماشي. الداتا عندي ما فيهاش، يعني عباره عن رسومات 2D، ما فيش داتا مربوطه بيها. معظم الكوميونيكيشن ما بين الناس وما بين بعضهم في المشروع يكون بيبر وورك، فده ما كانش كافي، فقلنا ان احنا هننتقل ليه، يعني زي ما احنا شايفين كده في الرسمه عندنا 2D ومعظم الكوميونيكيشن بيبر وورك، انتقلنا ليه ليفل 1. ليفل 1 عباره عن ايه؟ ما فيش تعاون بين شركاء المشروع. ماشي. تجربه ثانيه. ليفل 1 احنا بدانا يبقى يكون عندنا فيه بالظبط، عندنا فيه 3 دي موديل. هنا ممكن يكون فيه كمان كومن داتا انفايرمنت او سيرفر، مكان محطوط عليه الداتا بتاعتنا، بس ما وصلناش للفول كوميونيكيشن، والداتا عندي مش فيدريتد. يعني يعني باختصار ما عنديش سنجل سورس اوف تروث. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي اول حاجه مثلا ممكن نقول عليها في ليفل 1، لو انا عندي الابلكيشنز ما بتطلعش فورماتس بتفهم بعضها،
فلازم يكون انا عندي فيه ستاندرز زي ما احنا شايفين كده. الستاندرز دي هي اللي بتقول ايه هي الفورمات اللي هيطلعها البرنامج الفلاني، فتقدر البرامج تفهمها. فكده يبقى فيه كوميونيكيشن ما بين السوفت ويرز وبعضها. ان يكون عندي فيه مش بس شيرد موديل، سوري مش بس سنتر موديل لكل ديسيبلين، لا انا عندي يكون فيه كمان شيرد موديل محطوط فيه كل الاوتبوت بتاع كل الديسيبلينز، فيكون فيه كوميونيكيشن اكتر. فبنقول في المرحله دي ان هي لسه الداتا بتاعت كونفدريتد، لسه ما فيش فول كوميونيكيشن. فنبدا ندخل في المرحله اللي بعدها ليب 2. انا ممكن اكون شغال ب 3 دي موديلز، وممكن اكون شغال بام سوفت وير، بس مش عشان الكورس مش متحققه فانا كده يعتبر لسه ليفل 1. دخلت في ليفل 2 يبدا يكون عندي فيه شيرد موديل ما بين كل الديسيبلينز، عندي سنجل سورس اوف تروث. يعني ايه سنجل سورس اوف تروث؟ يعني مصدر واحد للداتا اقدر ارجع له واعرف منه ان هو ده فعلا دي اخر فيرجن، وهو ده الحاجه الاكيده والاخيره. ما يبقاش انا عندي مثلا موديل 3 دي بس انا بجيب رسومات الكاد من حته ثانيه، بجيب الاليفيشن من حته ثالثه، عندي فيه الفيرجنز مش واحده، لو انا عندي فيرجن غير الفيرجن اللي عند زميلي. كل المشاكل دي اتحلت في ليفل 2، وده اللي احنا بنقول عليه ان الناس شغاله بي اي ام. الشركه لو هي محققه الفول كوميونيكيشن بين كل الديسيبلينز، عندي وان سيرفر محطوط عليه الشيرد موديل بتاعي، عندنا فيه فيرجن كنترول. بمعنى ايه فيرجن كنترول؟ ان انا ما فيش بقى اللي هو المشكله بتاعت ان انا بتعامل مع نسخه غير النسخه الاخيره، ان انا عندي فيه الدايمنشنز كامله بتاعت البي ام. انا مش عايز يعني اطول في الحته دي علشان بالفعل اكيد يعني اعتقد ان اتكلمنا قبل كده في محاضرات ثانيه، بس نعدي عليها ليه عشان لو حد ما يعرفهاش. ان انا يكون عندي فيه الدايمنشنز بتاعت البي اي ام، ان انا يعني يكون الداتا اللي موجوده عندي للموديل اقدر ان انا استخدمها عشان خاطر اعمل تايم سكيدول، عشان خاطر اقدر اطلع بيل اوف كوانتيتي، فيبقى عندي الكوست وعندي التايم، واقدر اعمل ايه بقى، اعمل عليها بعض الاناليسز عشان خاطر اقدر اطلع سستينبل موديل وهكذا. طيب بيم ليفل 3 بقى يتحقق ازاي؟ هنا في سؤال، هل ليفل 2 يتضمن مجموعه التصميم فقط ولا المقاول كمان يشارك معانا؟ ليفل 2 بيتضمن كل الناس اللي شغالين في المشروع، من اول الاونر مرورا بالديزاينر مرورا بالكونستراكشن تيم والكونتراكتور لغايه ما نوصل للفاسيلتي اونر او فاسيلتي مانجر اللي هيوصل له المبنى. ام ليفل 3 ايزي داتا اكسشينج اند ديزاين تشينجز، ماشي كلاود اوكي. خلينا نقول ان هو بيم ليفل 3 او اللي بنسميه اوبن بيم او اي بي ام، هو الهدف منه ان يكون في ريل تايم كوميونيكيشن. يعني ايه البي اي ام؟ هو في شق تكنولوجي، في شق متعلق بالداتا، ان انا عندي يكون في الرسومات كل اليمنت مفهوم زي ما بيسموه كونتنت اوير. يعني ايه كونتنت اوير؟ يعني الموديل فاهم ايه الحاجات اللي جواه. بس اللي احنا عايزين نعمله كمان ان احنا يكون في كوميونيكيشن اعلى، سواء بقى على مستوى السوفت ويرز، على مستوى الداتا، على مستوى الناس. فيكون في ريل تايم كوميونيكيشن، يكون الحاجه اللي بتحصل في الموديل في الوقت، في وقت ما هي مش في الموديل سوري، وقت ما يعني اللي بتحصل في السايت، سواء بقى كان في مرحله الاوبريشن او في حتى مرحله الكونستراكشن، في الريل تايم الكلام ده بيوصل لغرفه العمليات بقى عند الديزاين. باشمهندس عمرو في سؤال؟ اوكي مفيش سؤال. اتفضل. في سؤال اتفضل. خلينا كده ايه الكلام ده على يعني باللي احنا عارفينه اصلا قبل كده. خلينا نبدا نشوف الكلام ده ايه علاقته بالديجيتال توين واللي احنا كنا بنقوله في الاول، والطب وتسلا. اول حاجه عشان ممكن احنا نعتبر ان ليفل 1 ده احنا ليفل 0 خلاص احنا عديناه، وقلنا ان هو
ما فيهوش، هو بيبر بيزد، بيبر بيزد و2 دي دروينجز. فاحنا ندخل على المرحله الثانيه على طول، اللي هي انا عندي فيه بيم سوفت وير، عندي فيه بيم موديل، بس لسه الكوميونيكيشن مش احسن حاجه. فهنا بنسميها الاوبجكت اورينتد مودلز او بارامتريك موديلنج. طيب يعني البارامتريك موديلنج هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انا بيكون عندي اي موديل اقدر اعمله، الموديل ده موجود فيه الداتا، وموجود كمان علاقات ورولز بتحكم علاقه الاليمنتس ببعضها. فانا لو عندي فيه بليت، البليت ده جواه فيه دايره مفتوحه، لو غيرت ابعاد البليت والدايره المفتوحه دي المفروض انها تكون في النص، ما يقعدش بقى ايه عشان انا بصغر من اليمين فلاقي نفسي من ناحيه اليمين قربت ناحيه الدايره، لا الاقي ان الدايره تفضل لسه ايه موجوده في السنتر، لان انا عندي فيه علاقات ما بين الاليمنتس وبعضها. والبارامتريك موديلنج هو ما بداش زيه زي الديجيتال توين كده، ما بداش مع الكونستراكشن، هو بدا مع الحاجات الميكانيكال وبعدين بدا يتطبق على الكونستراكشن. فبقى عندنا في البي اي ام، فبقى عندنا في بري ديفايند مودلز او بري ديفايند اليمنتس زي الوول والفلور. بس احنا عندنا هنا بنقول الاوبجكت اورينتد مودلز، ان الموضوع مش متعلق بس بالحاجات الهندسيه سواء كانت بي اي ام او حتى حاجات ميكانيكال. كنا لسه بنتكلم عن عن الطب. طيب ليه بقى بنقول عليه اوبجكت اورينتد مودلز؟ الاوبجكت اورينتد هو كونسبت موجود في البروجرام، وعشان كده بنقول دايما ان الاثنين مش منفصلين ابدا، السوفت وير والسوفت وير اندستري والكونستراكشن اندستري الاثنين مرتبطين ببعض. لو ما كانش فيه تقدم في السوفت وير ما كانش هيبقى فيه بي اي ام، ما كانش هيبقى فيه كاد. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هو فكرته ايه؟ فكرته ان انا يكون عندي فيه بلو برنت او عندي فيه نص يعني اصل، وبتاخد منه نسخ، زي فكره ان انا عندي فيه وول وبقدر ان انا اعمل اكتر من نسخه في الموديل بتاعي من الوول دي، بس هي اصلا النسخه الاصليه موجوده. النسخ بقى اللي هي الانستنس اللي موجود منها اقدر ان انا اغير في ابعاده، اعمل له حاجات خاصه بيه، بس في الاخر هو جاي من اصل واحد. الاوبجكت اورينتد موديلنج في صناعه الاي اي سي او الاركتكتشر انجينيرنج كونستراكشن مش بس بي اي ام. البي اي ام هو احنا زي ما احنا اتكلمنا هو بيحقق ده، بيحقق الاوبجكت اورينتد موديلنج او البارامتريك موديلنج، لا كمان عندنا في تقنيه ثانيه بتحقق الاوبجكت اورينتد موديلنج وهي الجي اس او الجيوغرافيك انفورميشن سيستم او الجيوسبيشال انفورميشن سيستم. طيب هي عباره عن ايه؟ الجيوغرافيك انفورميشن سيستم او الجيوسبيشال انفورميشن سيستم هو عباره عن سيستم موجود فيه داتا، الداتا دي اقدر ان انا اعمل عليها بعض البروسيسز عشان خاطر اطلع بعض المعلومات، زي ما انا عندي في البي اي ام بطلع تايم كوست، انا برضو اقدر في الجي اس اطلع تايم كوست، بس الاناليسز اللي موجود في الجي اس مرتبط اكتر باللوكيشن. زي ايه؟ زي اشهر حاجه جوجل مابس. انا لما باجي اطلب مثلا اوبر وعايز اروح من مكان لمكان، او بلاش اوبر، انا عايز اروح من مكان لمكان، فبشغل الجي بي اس بيحدد المكان بتاعي، ادي اول معلومه عنده او الداتا عنده. تاني حاجه بحدد المكان اللي انا عايز اروح له، وبعدين ببدا اتحرك. طب انا بتحرك بناء على ايه؟ على الطريق اللي هو اداهولي. عنده مكانك والمكان اللي انت رايحه، هو قام جاب لك الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه. لو انت ماشي بالعربيه فهو هيقول لك مثلا اسرع طريق، فانت هيكون عندك في كذا طريق، هو هيجيب لك اسرع طريق بناء على ان هو عنده بيانات انه والله الطريق الفلاني ما فيهوش زحمه، فتمشي من المكان ده. بس الجي اي اس طالما احنا بنتكلم على اوت دور، فهو مش مرتبط بالالمنتس معينه، يعني ما ينفعش في ديفايند الالمنتس زي البي اي ام. البي اي ام الالمنتس اللي فيه، لو بتكلم على دكت، لو بتكلم على عمود، كل الحاجات دي هي ليها بارامترز معروفه وثابته، وبعدين بتتغير
حتى لما انا باجي ابقى عايز اغير ازود حاجه، الموضوع ما بيكونش في فرق الصارخ. لكن الجي اي اس الدنيا مفتوحه جدا، والجي اي اس دايما يعني الناس اللي بتحضر المشاريع من بدايتها ممكن يكونوا في مرحله الماستر بلان، او في اللي هي مراحل البلاننج اللي موجوده في المشروع ما قبل ما نبدا في مرحله الكونستراكشن. فالجي اي اس عشان خاطر يخلوه ما يهرب من حته البري ديفايند اليمنتس، قاموا قالوا الجي اي اس هيبقى مبني على ثلاثه اليمنت: بوينت ولاين وبوليجون. هم دول الثلاثه اليمنت اللي عندي الاساسيين. طيب هو كده ده كده اوبجكت اورينتد؟ اه. ليه؟ لان هو بيسمح لك ان انت لما تيجي مثلا تقول انا هعمل هنا طريق، فهو مش فاهم ان ده طريق طبعا، هو مش فاهم ان الخط ده عباره عن بايب ولا طريق ولا شارع ولا ايه بالظبط ولا كوبري. هو بيخليك تعمل اللاين وبيعمل لك زي تيبل، التيبل ده انت بتملى الداتا بتاعته. بالتالي انت كده بقى عندك فيه تيبل البلو برينت بتاعته او الاساس بتاعه هو الهيدر بتاع التيبل. فانا عندي مثلا ان الطريق هيكون فيه عدد الحرارة، هيكون فيه الماتيريال اللي معمول منها، وهيكون فيه ايا كان بقى ايه البيانات اللي انت محتاج تعرفها عن الطريق ده. فانت لما تيجي ترسم element في التيبل element نوع لاين، فهو يبدا ينزل لك ريكورد في التيبل تملى انت البيانات دي. وبالتالي بقى هو object oriented، لان احنا قلنا ان هو عباره عن ان في اصل واعمل منه كذا انستنس، ودي فكره التيبل اصلا يعني. بس التيبل ملوش جرافيكال فيو، لكن في الجي اي اس او في البي اي ام هو يعني انت في البي اي ام انت مش عندك لما تيجي ترسم اليمنت في الموديل انت كده بتبني الداتابيس بتاعتك. طب الداتابيس بتاعتك دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا 10 اليمنت من النوع اكس، الاكس ده مثلا هو وول. ف وول دول كلهم عباره عن 10 ريكورد في التيبل بتاع الوول. طيب فكده هم دول التو تكنولوجيز اللي عندي اللي قايمين على الاوبجكت اورينتد موديلنج. ولو حد يعني النهارده في كلام كتير ممكن يكون الناس ما تعرضتش ليه قبل كده، فمش هاخد الاسئله في الاخر يعني، خلينا طول ما احنا ماشيين لو في حد عطلان في حاجه يوقف. طيب وزي ما يعني في سنه 2017 شركه اوتوديسك وشركه ازري، اوتوديسك اكبر شركه تقريبا في القطاع بتاع في قطاع البي اي ام، وازري هي اكبر شركه في قطاع الجي اس، عملوا كوبريشن عشان خاطر يقدروا يستفادوا من البيانات بتاعه بعض. الجي اس عنده اوت دور داتا، عنده حاجات داتا عن الويذر والانفايرمنت والسويل واللاترال لودز، والكلام ده كله بيسمع في البي اي ام، وخصوصا في البعد السابع في السستينابيلتي. وفي نفس الكلام انا محتاج ان انا في الجي يكون عندي بعض المعلومات عن المباني، فاحنا عايزين نعمل هايبرد موديل ما بين الاثنين. ف 2017 عملوا كوبريشن ما بينهم وبين بعض، وقالوا الكوت اللي مكتوبه دي اللي هي جي اس انفورمز بي اي ام، بي اي ام فيو جي اس، ان الجي اس بيدي معلومات للبي اي ام عشان يحسن من الموديل بتاعه، والبي اي ام بيقوي الجي اس موديل. وخلينا ما ننساش ان احنا كل ده احنا بنتكلم على المرحله الاولى في السايكل بتاعتنا، احنا لسه مش عارفين عايزين نوصل للاي بي اي ام، او خلينا نقول بقى اللي احنا بنوصل نشوف الديجيتال توين هنستفاد بيه ازاي هنا. فندخل في ليفل 2. ليفل 2 زي ما كان الناس بتقول، انا عندي موديل شيرد ما بين الناس، عندي فيه سيرفر، سواء بقى السيرفر ده موجود عندي في الشركه او حاجه كلاود بيز زي بيم 360. انا يكون عندي فيها فيرجن كنترول زي ما كنا بنقول، وفيها فيدريتد موديل، واقدر اشير ويبقى شيرد موديل بتاعي ما بين كل الديسيبلينز. بس انا عندي في الديجيتال توين الكلام ده ينفع في البي اي ام ليفل 2، بس في الديجيتال توين عشان خاطر تقدر انت تبقى
في كوميونيكيشن مع الموديل بتاعك، وعشان سواء ايا كان المكان اللي انت كنت فيه، وعلشان تقدر تراقبه من اي حته. فالكلام ده مش هينفع على لوكال سيرفر، الكلام ده مش هينفع على جهاز سيرفر ستورج موجود عندك في الشركه، او موجود، او حتى فيسبوك الداتا بتاعتك هناك، الداتا بتاعتك عنده، الصور بتاعتك والشات كل الكلام ده موجود على ستورج هارد ديسك زي اللي عندك بالظبط، بس الهارد ديسك ده موجود في مكان تاني. هو ده فكره الكلاود، هو جهاز موجود عليه البيانات بتاعتك. فليفل 2 هنا بالنسبه للسيرفر محتاجين ان هو يكون كلاود بيز. طيب، واحنا الحمد لله عندنا السنجل سورس اوف تروث او الكلاود بيز، فيه بالفعل حاجات بتقدر تعمل ده في البي اي ام. وونس ان احنا وصلنا ان احنا السنجل سورس اوف تروث او عندنا السيرفر بقى كلاود بيز، قدرنا ان احنا ندخل الديجيتال توين اللي هي موجوده من سنين في اندستريز ثانيه ندخلها عندنا في الاي اس. وخلينا هنا نبص سريعا على يعني ايه كلاود كومبيوتنج. ارجوكم لو في حد عطلان في حاجه، انا عارف ان في حاجات كتير ممكن تكون مصطلحات جديده، خلينا يعني نقف ونقول ايه الكلاود كومبيوتنج. الكلاود كومبيوتنج زي ما احنا كنا بنقول، يعني حتى دي كوت موجوده لما بيتكلموا عن البرايفسي، بيتكلموا عن خصوصيه البيانات، بيقول لك there is no cloud it's just someone else computer. انت البيانات بتاعتك دي مش على، مفيش حاجه اسمها كلاود، البيانات بتاعتك دي على جهاز شخص تاني. طيب طبعا الكلام ده مش يعني مش بنخوف الناس طبعا، الموضوع فيه سكيورتي وموضوع فيه فيه تقدر تقاضي شركات وي لو انت الداتا بتاعتك دي فيها برايفسي، يعني هو ده اوت اوف سكوب، بس هو الموضوع ما بيبقاش، الدنيا ما بتبقاش مفتوحه، يعني زي ما احنا في بريفليج وفي اوثورتي على الداتا بتاعتك. هرجع لسؤال حضرتك. فالكلاود كومبيوتنج او الكلاود هو عباره عن ستورج داتا، داتا بيز موجود فيها الداتا بتاعتي. لو احنا مثلا بنتكلم على بالنسبه لي انا في الاي سي بروجكت اللي هي اس داتا والبي اي ام داتا، هي الداتا بيز بتاعتي طبعا. ولو عندي في داتا بيز ثانيه متخزن فيها بيانات عن المشروع، سواء بقى كانت اكسل، سواء كانت اكسس، سواء كانت سيكوال، كانت اوريكل، ايا كان نوع الداتا بيز اللي انت مخزن فيه البيانات بتاعتك، نوع التيبلز بتاعتك. وفي نفس الوقت مش بس ستورج، هو مان سوفتوير از ا سيرفيس. يعني ايه سوفت وير از ا سيرفيس؟ زمان عشان خاطر تقدر تشتغل بسوفت وير لازم بتنزله على الديفايس بتاعك، وده كان بيتطلب حجم معين، يعني مساحه معينه تكون عندك، بيتطلب امكانيات معينه تكون عندك زي اي ديسكتوب ابلكيشن احنا بنستخدمه. فلو جينا مثلا نقارن ما بين حاجه زي يعني لو احنا عايزين بنتكلم على يعني مش مقارنه دقيقه، بس احنا نقول مثلا الكلاش ديتكشن، انا عايز اعمل كلاش ديتكشن بنيفس ورك، او عايز اعمل كلاش ديتكشن ب بيم 360 ديزاين، الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بس انا لو عندي الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعي ضعيفه، فانا مش هقدر انزل نيفس ورك. لو انا عندي مفيش مساحه مش هقدر انزل نيفس ورك، بس هقدر ان انا افتح البراوزر بتاعي اللي هو وزنه خفيف جدا، وارفع الموديل بتاعي على السوفت وير ده، واقدر ان انا مثلا اعمل كلاش ديتكشن مثلا. يعني لو انا ما عنديش ستورج ان انا اخزن عندي الحاجه، ممكن ارفعها على جوجل درايف، ارفعها على بين 360 دوس، ايا كان هي الفكره، بس ان انا مش محتاج خلاص يكون عندي امكانيات قويه، لا هي خلاص انا بستخدم برنامج موجود في جهاز شخص تاني. فده طبعا بيوفر ان بيبقى في بروسيسنج مش عندي بيكون عنده، لو في ريندرنج ما بيكونش عندي بيكون عنده، كل الحاجات دي ما بشغل نفسي بيها. هو ده الكلاود كومبيوتنج، ان انت يكون عندك سوفت وير از ا سيرفيس. السوفت وير ده اكسسبل انيوير فروم اني ديفايس، سواء بقى كان لابتوب او موبايل او اي كان، واني تايم انت تقدر وانت قاعد على السرير تدخل مثلا تشيك تشوف الميل بتاعك. فالميل ده سوفت وير از ا سيرفيس، يبقى اكسسبل اني تايم اني وير فروم اني ديفايس. هو ده الكلاود، ده الجزء بتاع الكلاود. طيب انا بتعامل معاه ازاي؟ انا ككلاينت، فهو احنا ممكن نسمي الجزء الاولاني اللي هو الكلاود سايد او السيرفر سايد،
الجزء اللي فيه الداتا والسوفت وير، وانا بالنسبه لي مجرد بس بستخدم الخدمات اللي موجوده دي، واحط عليه بقى الداتا، بستخدم سيرفيس معين عنده زي ما كنا بنقول مثلا كلاش ديتكشن او ايا كان. الكلام ده ممكن استخدمه من بي سي، ممكن استخدمه من تابلت، ممكن استخدمه من موبايل. طيب مثلا فيسبوك، فيسبوك يعني هو طلع في يعني النص الثاني من اول 10 سنين في الالفينات، مش فاكر 2000 وكام بالظبط، كان ويب ابلكيشن، وبعدين فجاه لقينا ان هو بقى فيه موبايل ابلكيشن لما طلع السمارت فونز. طيب هو ازاي عمل ده؟ هل هو عمل جه بقى عمل ابلكيشن جديد خالص؟ لا، هو ايه اللي عمله؟ هو عنده الفيسبوك ده عباره عن سوفت وير از سيرفيس، برنامج فيه بعض الخدمات زي ان انت تعرض بوست، تحط صوره، يجي لك نوتيفيكيشنز، كل دي حاجات بتطلع لك في البرنامج بتاعك. الحاجات دي كلها موجوده في سيرفيس، وهو بس اللي عمله ان هو عمل له واجهه مختلفه، لكن البرنامج نفسه بالستورج بتاعه والكور بتاع الابلكيشن كله موجود في السيرفر. هو اللي هو عمله ان هو عمل نسخه جديده للانترفيس، زي مثلا لو بنتكلم على ابلكيشن زي واتساب. واتساب هو في منه موبايل، في منه ويب، في منه ديسكتوب، فانت تقدر تعمل يعني اعتقد ان في منه ديسكتوب، فانت ممكن تعمل داونلود وتشغله على الديسكتوب، ممكن تشغله على الويب على البراوزر، وممكن تشتغله من الموبايل. هل هو كل واحد في دول عمل له ابلكيشن مختلف؟ لا، هو الكور بتاع البرنامج موجود في مقفول عليه، والداتا بيز موجوده، وهو اللي بيعمله بس ان هو بيغير الكود بتاع الواجهه. طيب كلام جميل. فانا دلوقتي لو عايز استخدم السيرفيس دي بستخدمها ازاي؟ بستخدمها عن طريق يعني انا كراجل بقى كشركه بتقدم السيرفيس بتاع الكلاود كومبيوتنج، حاجه نسمع عنها كتير جدا في الفتره اللي فاتت، اي بي اي، نسمع عن ريب اي بي اي، اوتوكاد اي بي اي، كل شويه يعني لما نيجي نتكلم على بلجن فانا يقول لك روح اتعلم اي بي اي. ايه بقى اي بي اي؟ اي بي اي هو ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، للناس اللي لسه اول مره تسمع عنه. يعني ايه برضو ابلكيشن بروجرامنج انترفيس؟ يعني زي ما احنا قلنا دلوقتي كده، احنا قلنا ان انا عندي هو في سيرفيس معينه في جهه بتقدمها، والجهه اللي بتقدمها دي مدياني ان انا يعني فرصه ان انا اقدر استخدم السيرفيس بتاعتي دي بالواجهه اللي انا اللي تناسبني. فانا مثلا عندي يعني مثلا زي ما هنشوف بعد شويه في فيور عاملاه اوتوديسك، الفيور بتاع اوتوديسك ده بيقدر يعمل فيو للبيم موديل على الويب وانا عايز استخدمه. طيب هل انا بقى هقعد ابني من جديد الاستورج، وهقعد ابني من جديد ازاي هو بيقدر يعرض الموديل على الشاشه؟ قصه كبيره جدا. هو بيعمل ايه؟ هو بيخلي يعمل حاجه اسمها اي بي اي. اي بي اي دي يعني ايه؟ يعني بيسمح للمبرمج ان هو بدل ما يبني البرنامج من اول وجديد، ان هو يستخدم خدمه جاهزه ويحطها في البرنامج بتاعه اللي هو عايز يستخدمه. ايه دي فكره الاي بي اي؟ فانت لما بتيجي تعمل اوتوميشن لبروسس معينه موجوده في الريفت، انت بتعمل ايه؟ انت بتستخدم الاي بي اي. فالاي بي اي هو عباره عن ان هو بيستخدم اوامر بالفعل موجوده في البرنامج بس باستخدام الكود، وده بيخليك ان انت تقدر تعمل ورك فلو كامل باستخدام وان بوتون. وعشان كده بيسموه اوتوميشن، ان هو اي حاجه فيها ريدندنسي، اي حاجه فيها تكرار، ان انت تقدر بدل ما تقعد تعملها بايديك، لا بتخلي الكمبيوتر هو يقوم بيها بدالك. دي فكره الاي بي اي، ان هو واجهه برمجيه، يعني بدل ما انت مش بتستخدمها كانت يوزر، بتستخدمها كمبرمج، تقول له والله انا عايز استخدم الخدمه الفلانيه عندي في البرنامج. انا عندي فيه سؤالين عن الجي اس، فكده هاخدهم اجمعهم ونخليهم في الاخر طالما هم مش هيوقفونا واحنا شغالين. طيب ليفل، ندخل بقى على اللي بعد كده. احنا كده عندنا في الكلاود كومبيوتنج، والحمد لله عندنا في حاجه تقدر ان هي سبورت الكلاود كومبيوتنج في البي اي ام، عندنا في اوبجكت اورينتد مودلز، وعندنا في اخر مرحله خالص، وهي دي اللي ممكن نقول عليها الاي بي اي ام. والاي بي اي ام ممكن نقول ان هو لسه مش ويل ديفايند، يعني لسه مش موجود له
مواصفات نقدر نقول هو ده ليفل 3 بالظبط زي ما موجود في ليفل 2 وليفل 1 وليفل 0. ولو احنا يعني متابعين هنلاقي ان البي اي ام اصلا قبل حتى ما يكون اسمه بي اي ام هو موجود، كان طالع عليه ريسيرش بيبرز موجوده كتير جدا من الستينيات، اللي هو يعني من حتى مش فاكر اعتقد الاوتوكاد كان حتى لسه كان ما كانش طلع ساعتها، اعتقد الاوتوكاد طلع في الثمانينات. فاللي هو يعني احنا لغايه دلوقتي احنا لسه ما عرفناش ديفينيشن كامل، بس ممكن نقول ان هو بيكستند المونيتورنج بتاعنا في خلال مرحله الاسيت او في خلال مرحله الاوبريشن الاسيت مانجمنت او الاوبريشن. يعني ايه؟ تعالوا نشوف. نسمع عن حاجه اسمها الاي او تي. هنا في سؤال اهو، السؤال جه في وقته. طيب هو يعني هو الكام سلايد اللي جايين دول هم اللي هيردوا على سؤال حضرتك. ماشي، انا هاخد يعني الاسئله اللي مش هتوقفنا انا كلها هجاوب عليها في الاخر، انا بس الاسئله اللي هي هتوقف الفهم هي دي اللي هاخدها. الاي او تي حد يقدر يساعدني؟ طيب الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز هو عباره عن بالظبط انترنت الاشياء. يعني ايه انترنت الاشياء؟ يعني كل حاجه عندي تبقى كونكتد بالانترنت. كلام سهل وبسيط بس مش منطقي. يعني ايه كل حاجه؟ كل حاجه يعني الكنبه؟ كل حاجه يعني عمود النور؟ كل حاجه يعني العمود صوت على المبنى؟ الكاميرا؟ التهريج ده. يعني هركب لها شريحه ولا هعمل ايه؟ يعني ازاي كل حاجه تبقى متوصله بالانترنت؟ عشان خاطر كل حاجه تكون متوصله بالانترنت احنا فعلا بنركب لها مش بقى ممكن نقول مش شريحه بس نقول هاردوير سنسور. يبقى انا عندي فيه سنسور بيتركب للكاميرا مثلا او للبلاطه. فالبلاطه دي هي لما بيحصل فيها مثلا هبوط في يعني بيحصل هبوط في البلاطه دي بيبدا يبعت للسيستم خد بالك انت عندك فيه هبوط ازيد من الـ من الـ من الالاوبل حصل في البلاطه دي. عمود الاناره محطوط فيه سنسور بيحس بيه مستوى الاضاءه بتاعت اللمبه بتاعت عمود الاناره فيبدا يبعت لي للشخص بقى اللي قاعد في غرفه العمليات يقول له خد بالك عندك عمود الاناره الفلاني الاضاءه بتاعته خفتت عن المستوى المطلوب فخد بالك ده معناه ان انت في خلال 24 ساعه محتاج تغير اللمبه. سنسورز عشان خاطر الاطفاء فانت مثلا لما يجي يحصل هيت ليفل معين زاد عن المطلوب فده معناه ان هنا في حريقه وهنا في مشكله تبدا تاخد انت اكشن. فهو ده الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز. طب هو ايه علاقه ده بان احنا بنتكلم على الليفل 3 والريل تايم كوميونيكيشن والبيم ليفل 3 والديجيتال توين؟ علشان خاطر اقدر اعمل ديجيتال توين من يعني لو قلنا بس ديجيتال توين كده بس مش ريل تايم. يعني ايه مش ريل تايم؟ يعني من الاخر اللي هو الاسبلت موديل بتاعنا اللي هو انا عندي فيه مبنى اتعمل اتبنى وانا عندي فيه موديل موجود فيه كل الانفورميشن عنه لغايه لحظه تسليمه وبعدين حتى ممكن يحصل عليه بعد كده ابديت. بس الابديت لو احنا عايزين يكون في الريل تايم يعني وانس ان الحاجه بتتغير في البيلدنج بتسمع في الموديل هو ده اللي بنسميه الديجيتال توين. ان التغيير او الحاجه اللي بتتعمل اوكي احنا بنقوله دلوقتي تاني هو ده وقته. الديجيتال توين هو ان انا يكون عندي في اخ ليك في نفس مواصفاتك وبيمر واي تجربه انت بتمر بيها بتسمع عنده. فلو مثلا انا اتعورت يبقى الديجيتال موديل ده اتعور، لو انا بمشي فالديجيتال موديل ده بيمشي. نفس الكلام بالنسبه لي المبنى. لو حد عنده سؤال يا ريت يكتبه في الشات. مش يعني عشان بس ما اقطعش. طيب فهو دي الفكره من الديجيتال توين. الديجيتال توين زي ما كنا بنقول على العربيات بتاعه تسلا في البدايه ان انا عندي فيه كل واحد معاه عربيه من العربيات بتاعه تسلا فيه نسخه منها ديجيتال موجوده في
الشركه. فالديجيتال، الديجيتال موديل اللي موجود او التوأم الديجيتال بتاعه اللي موجود في الشركه يساعدني لو عرفت ان حصل عندك مشكله انا اقدر احلها لك من غير ما تجيلي. طيب فالانترنت اوف ثينجز هو عباره عن ان انا في سنسور بوصلها بالاليمنتس عشان خاطر اقدر اجمع عنها داتا. الكلام ده بقى يبدا يدخل فيه مصطلحات زي سمارت بيلدينج او السمارت هوم، السمارت سيتي. ما ينفعش يكون عندي فيه سمارت هوم او سمارت سيتي من غير ما يكون عندي فيه انترنت اوف ثينجز وسنسورز بتجمع لي الداتا وتخليها لي وانا اقدر اشوفها في الريل تايم. طيب مثلا يعني حتى يعني مثلا من الحاجات اللي ممكن نشوفها في السمارت هوم، لو انا عندي دلوقتي الثلاجه بتاعتي قال لي فيها مثلا اللبن عن ليفل معين، يعني هو بدا يشوف ايه ان العلبه بدات تفضى، هو المفروض عارف ان والله المفروض يكون في نسبه معينه من يعني كميه معينه من اللبن موجوده في الثلاجه، فيبدا يبعت لي وانا في الشغل مسج على الموبايل او على ابلكيشن، يعني يبعت لي نوتيفيكيشن او يبعت لي اس ام اس يقول لي هات لبن وانت جاي. ده مش هزار، ده فعلا ده اللي بيحصل. تقدر ان انت، وده اعتقد ال جي او حاجه يعني في شركه اعتقد ال جي عملت ابلكيشن ان انت تقدر تشغل التكييف قبل ما انت تيجي من الشغل بالموبايل. وسلام بقى لو احنا نقدر كمان نحط سنسور عشان خاطر نشوف لما يجي عند ليفل حراره معينه مثلا التكييف يفصل عشان خاطر يوفر مثلا من الكهرباء، فالموضوع يبقى سهل ان انت تكنترول عليه. ده غير بقى ان هو بيوفر لك حاجه تانية اهم بكتير، بيوفر لك الداتا، ودي قصه حياتنا من شهر الثلاثه اللي فات، قصه حياه الكوكب من شهر واحد اللي فات ولا من نهايه السنه اللي فاتت مع الكورونا. احنا ما عندناش داتا، ما عندناش بيانات. ماشي هنكمل. يا ريت لو في عندك في ارتكل او حاجه يا ريت تحطها لنا في الشات نستقبل تشوف. يعني في سؤال بيقول هل التكلفه بتكون مكلفه؟ التكلفه بتكون مكلفه بس هي بتوفر بقى من ناحيه تانية كتير، يعني زي البي اي ام، هو البي اي ام مكلف في مراحل بس بعد كده مع الوقت بيبدا في المراحل اللي بعد كده بيوفر كتير جدا من اللي هيحصل بعد كده. هي دي الفكره اصلا من اي بلاننج، اي تكنولوجي، اي حاجه بتخليني اعمل بلاننج دايما بتزود الكوست في الحته في بدايات المشروع في البلاننج بتاع المشروع، لكن بعد كده مع الخطوات بتلاقي نفسك لا الموضوع محكوم ومتخطط له والدنيا ماشيه كويس. فانا كان اسهل ان انا مثلا ابقى شغال كاد وابدا اشتغل في السايت، بس تخيل بقى وانت شغال في السايت والحاجه 2 دي وتحتمل التاويل، فانا فجاه لقيت نفسي السلم خبط في البلاطه وده المفروض مكانه مش هنا. طيب ما ليه دي كانت المشكله؟ كان عندي المشكله في ال 2 دي اوفر، بس انا لما استخدمت بي اي ام سوفت وير وعندي في كلاش ديتكشن وعندي في 3 دي موديلنج، ف غلى عليا شويه في المرحله بتاعت الديزاين لكن هو وفر عليا بعد كده في مرحله التنفيذ ليه اصلا الكوست بتاعها اعلى بكتير. فهو التكلفه بتاعتها بتكون اكيد عاليه، بس هي توفر بقى عليا حاجات كتير، ده غير بقى انها توفر الريسورس الاهم وهو البيئه، هتوفر الطاقه الكهربائيه، هتوفر سواء بقى الطاقه الكهربائيه دي بقى مستهلكه في الاضاءه، مستهلكه في التهويه، فانت ممكن بالسنسورز تقدر الاضاءه تتغير بناء على مستوى الاضاءه اللي جاي لك من بره مثلا. وزي ما كان في سؤال من شويه كان بيقول هو الجي اي اس مثلا هل بيتحكم في الاورينتيشن الاتجاه بتاع المبنى؟ يقدر بقى ان انا هنا ايه، تعالوا بقى نشوف الميكس اللي حصل دلوقتي ما بين الثلاثه. فانا عندي دلوقتي الجي اي اس عنده بيانات عن اتجاه الرياح واتجاه والتهويه والاضاءه، فيقدر يتحكم يقول لي انهي احسن اورينتيشن اتجاه للمبنى. وبعدين نبدا بقى نالوكيت البي اي ام موديل بتاعي ونحط سنسورز عندي في الاوض بحيث ان لما مستوى الاضاءه بره بيقل عن مستوى معين يبدا هو يزود مستوى اضاءه الكهرباء شويه،
ويبدا كل ما مستوى الاضاءه الطبيعي يقل كل ما يزود مستوى الاضاءه بتاعت الكهرباء. فالموضوع ما يبقاش بالسرحان، ما يبقاش بقرار من شخص، لا الموضوع يبقى منظم، ويبقى طالما يعني هو يحقق لي احسن اضاءه واحسن تهويه وباقل استهلاك، ويبقى احنا فعلا حققنا هنا السستينابيلتي. طيب كده ماشي، كلام جميل. احنا كده بدأنا ايه نحقق الفكره بتاعتنا، مش بس موديل، لا كمان موديل بيحس بنفس الحاجه اللي بتحصل عندي في الريل لايف. كان هنا في سؤال من شويه كان باشمهندس شادي بيقول هو في اي بي اي للاي او تي؟ طيب هو اصلا يعني الاي او تي دلوقتي عشان خاطر انا اقدر استخدمه عندي في المشروع بتاعي، انا اكيد مش هروح ابرمج شبات، يعني مش هروح ابرمج السنسور، فاكيد في سنسورز جاهزه. وهنا انا برضو بتكلم مش على بس على مستوى ان يعني ممكن مش كلنا مهتمين ان احنا نكون ان احنا نبرمج، بس احنا كلنا مهتمين ان احنا نستفاد اكتر استفاده من التكنولوجي في المشاريع بتاعتنا. فانا دلوقتي مش عايز اروح ابرمج شبات، فاكيد في شبات موجوده او سنسورز موجوده جاهزه عندي. السيستم محتاج سيستم يكون بقى بيجمع الداتا اللي موجوده من السنسورز دي، وانا اخد بقى الداتا من السيستم ده اقدر انا اتعامل معاه. فهنا مايكروسوفت عامله حاجه حلوه قوي. يعني ايوه يا باشمهندس احمد، يعني اي كنترولر بيتحط على اللوحه بتاعه الكهرباء اللي موجوده في البيت، الكنترولر ده بيكون ليه برمجه معينه، حاجات زي مثلا كي ان اكس والحاجات اللي ممكن يكون الناس بتوع كهرباء باور درسوها، واقدر ان انا اقدر يعني عن طريق بقى واوصلها بموبايل ابلكيشن، واقدر اتحكم فيها بالموبايل وتبقى كونكتد معايا طول الوقت ايا كان بقى الكنترولر بتاعي. نرجع تاني، فانا عندي مايكروسوفت عامله لي سيرفيس، هو عندهم مايكروسوفت عندها الكلاود بتاعها اسمه ايجور اي زي يو ار اي، وعامله جوه الكلاود بتاعها عامله سيرفيس اسمها ايجور ديجيتال توين. طيب ايه ايجور ديجيتال توين؟ هي سوفت وير از سيرفيس، نفتكر بقى من شويه عشان كده قلنا الكلام ده في الاول، هي سوفت وير از سيرفيس بتسمح لي انها تجمع داتا اي او تي داتا من السنسورز اللي موجوده، تقدر انها لو انا محتاج اعرف معلومه معينه، والموضوع كمان بيبقى باي دايركشنال. يعني ايه باي دايركشنال؟ يعني انا ممكن وانا مش بس اسنس بالحاجه اللي موجوده، لا كمان ان انا والله عندي درجه الحراره مثلا زادت شويه، فانا عايز اقفل مثلا البوتاجاز، طيب انا عندي بقى السنسور ده ممكن يساعدني ان انا اتحكم في حاجه زي كده. فالموضوع باير دايركشنال، في حاجات بتوصلني وحاجات انا ممكن ابعتها. فالسيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت دي بتخليني ان انا اقدر اعرف معلومات، اقدر ان انا اجمع بيانات، والبيانات دي كلها تبقى موجوده عندي اقدر ان انا استفاد بيها. طب ايه فائده ان انا اجمع البيانات غير بس ان انا حته المونيتورنج؟ موضوع تجميع الداتا ده، يعني احنا لو زي ما بنسمع طول الوقت، هو فيسبوك تويتر اي ابلكيشن انت بتستخدمه ما بياخدش منك فلوس. الابلكيشنز دي بتكسب منين؟ بتكسب من الداتا، تاخد الداتا بتاع حضرتك وتبيعها للشركات المعلنه. واوقات طبعا في حاجات بقى بتبقى مشبوهه، زي مثلا انها تتباع في انتخابات، زي اللي كان القضيه اللي كان واقع فيها شركه نسيت اسمها اناليتيكا حاجه مع ترامب في الانتخابات اللي فاتت، انها تبدا تبيع داتا وبناء على الداتا بتاعت المستخدمين دول يبداوا ان هم يعرفوا ازاي ان هم يقنعوهم ب الشخص اللي نازل ده، الشخص اللي يعني المرشح ده. فكل فالداتا دي اقدر ان انا مش بس عن طريقها بقى موضوع البيع، كمان اقدر عن طريقها ان انا اقدر اعمل بريدكشن. وطالما بنتكلم على بريدكشن، فاحنا هنا بنتكلم ان احنا ممكن نعلم الماشين. يعني ايه نعلم الماشين؟ يعني الماشين اللي هو الماشين بالنسبه لي الكمبيوتر، يعني لما يشوف في
زي ما كنا بنقول من شويه باترن معين او نمط معين بيتكرر، وكل ما بيتكرر مثلا بيحصل دامج، هو خلاص حفظ، هو حفظ ان انا عندي لما دول لما الحاجات دي بتتجمع مع بعضها بتبدا ان هي يعني بتطلع النتيجه دي. فانت تبدا طالما هو عمل لك بريدكشن فانت تقدر تاخد احتياطاتك من بدري. هي ريليتد بالارتفيشال انتليجنس عموما، يعني مش عموما، ان انت تقدر تعلم الماشين بتاعتك باترنز معينه، سواء بقى انت تعلمها لها او بطريقه ما هي تبدا تتعلم الباترن ده تعمل له ديتكشن. فلما تلاقيه تدي لك مثلا انذار معين من غير ما حاجه تحصل. فالداتا مش بس هنا في المونيتورنج، ان انا كمان اقدر استخدمها في حاجات تانية. انا يعني هي ليميتد بخيالي، ممكن حد تاني يبدا يطلع منها حاجات اكتر، وحد تاني يطلع منها حاجات اكتر. انت عندك الداتا هي اغلى سلعه موجوده دلوقتي. فيبقى انا عندي كده السيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت دي، هي على فكره احنا يعني لو حد عايز يدخل يبص عليها، احنا هنشوف دلوقتي ديمو، بس حد عايز يدخل عليها هو في اصلا ديمو، يعني تقدر تعمل اكونت ببلاش على مايكروسوفت ايجور وتشوف السيرفيس بتاعها. طيب بيبدا بقى يجمع داتا من كل مكان، سواء بقى بنتكلم على مستوى السيتي، بنتكلم على مستوى البيت، يبدا والسيرفيس دي مش معموله بس عشان خاطرنا احنا كبتوع كونستراكشن، لا عادي انا يعني ممكن بقى استخدم، احنا قلنا ان هي اصلا مش كونستراكشن. بتجمع الداتا من السنسورز دي، بس خدوا بالكم من حاجه، احنا لغايه اللحظه دي احنا حطينا سنسورز كل في المباني، يبقى احنا واستفدنا من يعني المشروع بتاعي موجود كمان باللوكيشن. فانا لو عندي في سنسورز في العربيات كمان، او بلاش العربيات، لو عندي مثلا في اليمنتس معينه بتتنقل من مكانها، عمود الاناره اللي كنا بنتكلم عنه من شويه عارف مكانه، فانا عندي داتا من جي اس، عندي داتا من البي اي ام، وكلها السنسورز بتاعتها بتسمع عندي، بس لغايه دلوقتي انا ما عنديش ديجيتال موديل. ليه؟ عشان خاطر انا عندي بيانات بس ما عنديش 3 دي موديل. انا لغايه دلوقتي عندي بيانات عن الحاجه بس ما عنديش اخوها التوأم، يبقى انا كده ناقصني حاجه، انا ناقصني ديجيتال موديل. قبل ما ندخل في الحته بتاعت سوري يعني قبل ما ندخل في الحته بتاعت الموديل، خلينا كده نشوف الناس بتعرف الديجيتال توين بتقول ايه. ففي مثلا راي بيقول ان الديجيتال توين هو عباره عن سيميوليشن لاز بنت سيستم، هو بالنسبه لنا احنا في الكونستراكشن، يعني هو ما بيتكلمش على يعني حتى هو اعتقد ان المقوله الاصليه كانت از بيلت كار اور سيستم، احنا بالنسبه لنا هو از بيلت بيلدينج. السيستم ايا كان ايه هو السيستم، هو بيعمل از بيلت سيستم، وممكن تعتبره ان هو مرايه للحقيقه. طيب في راي تاني بيقول والله ان انت تقدر توبريت وتسيميوليت الداتا بتاعتك، ومش بس الداتا اللي انت جبتها من السايت لا او من الريل لايف، ده كمان عندك في داتا دريفن اناليتيكال الجوريزمز، يبقى انت عندك الداتا اللي جمعتها دي بناء عليها عملت اناليتكس وطلعت اوتبوت يقدر يساعدك في تحسين الاستخدام بعد كده، او حتى بريدكشن زي ما كنا بنقول. واخر حاجه خالص بتقول هو ديجيتال ريبريزنتيشن، تمثيل للاسيت بتاعك عشان يقدر يجمع داتا، يكابتشر داتا في الريل تايم خلال اللايف سايكل بتاعه المشروع، تقدر ان انت تحسن من الافشنسي او من الكفاءه بتاعه المشروع، وتقدر تحسن من البرفورمانس بتاعك عن طريق الداتا اللي انت بتجمعها دي. الديجيتال توين بتاعي، الديجيتال توين بتاعي ده يقدر بقى يفيدني في شويه حاجات، يقدر يفيدني في الفيجواليزيشن. انا عندي فيه 3 دي موديل، اقدر ان انا اعمل 3 دي فيجواليزيشن، ومش بس كده كمان اميرسيف فيجواليزيشن. يعني ايه اميرسيف؟ يعني تقدر ان انت تستخدم الموديل بتاعك كاي ار او في ار، انت عندك فيه نسخه طبق الاصل. طب اي ار وفي ار سريعا، اي ار اوجمانتد رياليتي، ان الموديل بتاعك تعرضه قدامك مثلا كانك زي بوكيمون جو، لو نفتكر بوكيمون جو، ان انا ابص مثلا في الموبايل بشوف الموديل موجود مبني في مكانه وهو مش موجود، وهو ما اتبناش لسه.
ده الاي ار الاوجمانتد رياليتي. الفي ار ان انا البس هيدسيت، البس نظاره، والنظاره دي تدخلني جوه واقع، تدخلني جوه عالم. العالم ده انا بحس بسبب بعض الحاجات اللي معموله فيه العدسه بتاعه الهيدسيت دي، بتخليني احس ان انا في الواقع ده. في محاضره كامله كنت عاملها عن الفي ار والاي ار الموجوده، موجوده على الانترنت، لو يعني ممكن حتى اعمل لها شير بعد السيشن. غير طبعا ال 3 دي موديلنج العادي، اقدر ان انا اكولكت وديسبلاي، يعني اكولكت داتا في الريل تايم، اقدر ان انا اطلع اناليتكس واطلع احصائيات عن الداتا اللي موجوده، اطلع تشارتس للديسيجن ميكرز، اقدر ان انا اعمل سيميوليشن لو انا عايز اخد الموديل ده واجرب عليه حاجه ديجيتال عشان اشوف بس هي ايه اللي هيحصل لو انا جربتها على الحقيقي. فممكن بقى افصلهم عن بعض في اللحظه دي واروح اجرب في حاجه واشوف ايه اللي هيحصل، بدل ما انا اروح اجرب بفلوس كتير قوي في المبنى الحقيقي وارجع على إيه، لا مش ده اللي انا كنت عايزه فارجع اغيره. اوكي، هو يعني هو ميكسد رياليتي هي تعتبر لحد كبير، هي تعتبر اوجمانتد رياليتي، بس هي اوجمانتد رياليتي بهيدسيت، يعني بتبقى لابس نظاره وبتشوف الحاجه قدامك غير ما انت بتشوفها من الموبايل. فهو يعتبر يعني هما ستيل هما اي ار وفي ار، بس احنا عندنا الشركات عشان خاطر تقدر تبيع احسن فبتقدر تقعد تطلع اسامي تانية للتكنولوجيا، بس في الاخر هتلاقي هي حاجه نفس الحاجه، يعني زي حاجات كتير تانية. طيب قلنا سيميوليشن اوتوميشن، لان الموضوع باي دايركشنال زي ما احنا قلنا، انا ما بقتش محتاج حد يروح يجمع داتا ويجي لي وانا اقول انا عايز انفذ حاجه فاروح ابعت لحد في السايت ينفذها، لا هي الحاجه ايه، البيان بيجي لي فانا باخد قراره وبنفذه من تابلت ولا من اي كان بقى الديفايس اللي انا بستخدمه في الريل تايم. ده بالنسبه للاوتوميشن، غير بقى ان انا الداتا بتاعتي دي بقى عندي داتا كتير جدا، اقدر ان انا ادخلها جوه ماشين ليرنينج الجوريزمز او ديب ليرنينج الجوريزم، واقدر اطلع معلومات اكتر او انفورميشن اكتر اقدر ابني عليها بعد كده. نرجع تاني ليه الاركتكتشر بقى بتاع السيستم بتاعي. احنا قلنا ان انا عندي في هنا، احنا كنا واقفين لو فاكرين، احنا قلنا ان انا عندي سنسور. السنسور ده هو عباره عن ده الفيزيكال اسيت اللي موجود في المبنى بتاعي. هروح هربط السنسور ده طبعا بالسوفت وير اللي موجود. انا الكلام ده كله بستخدمه كمستخدم، فالموضوع بالنسبه لنا مش صعب. فانا عندي السوفت وير از سيرفيس او السيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت اللي بتخليني اقدر اجمع داتا من السنسورز دي. بس انا لغايه دلوقتي اللي بعد ما جمعت الداتا من السنسورز ما عنديش ديجيتال موديل. طيب عشان خاطر اقدر ان انا اعمل ديجيتال موديل، ده اللي احنا بنقوله اول حاجه، مش الديجيتال توين تكنولوجي، مش مايكروسوفت هي الشركه الوحيده اللي عامله يعني هاب ليها او عامله سيرفيس ليها. اي بي ام عامله ديجيتال توين سيرفيس، اس اي بي ساب لو نعرفها، بس مش ساب بتاعت الاناليسز، اس اي بي اللي هي ممكن تبصوا عليها اللي هي بتاعت الاي ار بي سيستمز والحاجات دي، عامله سيرفيس للديجيتال توين. ومايكروسوفت. طيب انا بقى عايز ايا كان بقى السيرفيس اللي انا هستخدمها دي، عايز اعمل ديجيتال توين بموديل. فاللي احنا بنقوله دلوقتي ده مقترح، لكن مش شرط ان انت تعمله، مش شرط ان هو ده اللي يتنفذ. نقدر نستخدم الفيور بتاع اوتو ديسك، وعشان استخدم الفيور بتاع اوتو ديسك ده انا محتاج ان انا هو سوفت وير از سيرفيس، يبقى انا هكلم الاي بي اي بتاع اوتو ديسك اللي بيسمح لي ان انا افيو بي اي ام موديل اوفر ويب او فورج اي بي اي. ممكن يكون في الفتره اللي فاتت سمعنا كتير عن
فور جي بي اي، فور جي بي اي هو كلاود بلاتفورم بيسمح لي ان انا استخدم بعض الخدمات او السيرفيسز اللي عاملاها اوتوديسك اوفر ويب، زي ان انا اتعامل مثلا مع بي ام 360 بالبرامج المختلفه، او ان انا استخدم حاجه زي الفيور بتاعي. تبقى انا هنا كده استخدمت مايكروسوفت ايجور، جمعت الداتا من الفيزيكال موديل من الارض من الريل لايف، وحطيت الداتا دي عندي في موديل. تعال نشوف الكلام ده سولوشن. ده سولوشن معمول باستخدام مايكروسوفت ايجور و 4 جي بي اي. هتلاقي الاخضر ده هم السنسورز، وهتلاقي هنا على اليمين موجود ان عندي يعني ده موجود، ده سنسور بتاع موشن اذا كان في حركه ولا لا. فهنا بيقول ايه؟ مفيش حركه، هو مش ما بيتكتش حركه، بيقول ان عندي الاوضه فاضيه مش حد في الاوضه. ده سنسور تاني، السنسور ده بتاع اللايتنج، فهنا بيقول ان والله لا انا عندي فيه هنا جود لايتنج. غير بقى الداتا اللي جمعتها من السنسورز عندها ان انا اطلع اناليتكس، اطلع احصائيات. فانا مثلا جيت هنا قلت مثلا لغايه اليوم الفلاني او اليوم الفلاني طلع لي احصائيات عن استخدام الاوضه دي. فقال لي والله هي الاوضه دي كانت بنسبه 64% كانت مستخدمه، وبالباقي كانت فاضيه غير مستخدمه. لو بالموبايل بتاعك لو تعرف تقرأ الكيو ار كود، او حتى ممكن بعد المحاضره تشوفوها ازاي هنا تنزل الابلكيشن، تقدر ان انت تشوف الكيو ار كود ده هيطلع لك البيم موديل. ممكن بس عشان خاطر الموديل قديم فهتلاقي ان الموديل مثلا مش معروض، لان هو فورج بيحتاج يعني بيكون سيرفيس بوقت، فممكن تكون هتلاقي الموديل مش معروض، بس هتلاقي ان في اماكن السنسورز موجوده وتقدر تدوس على السنسور يعرض لك البيانات زي ما احنا شفنا من شويه. لو حد جربها ممكن بس حتى يدينا كده انسايت ان هي شغاله، يدينا يعني انفورميشن ان هي شغاله. يبقى احنا ايه اللي احنا محتاجينه؟ اللي احنا محتاجينه عايزين 3D موديل. 3D موديل ده سواء بقى كان موديل موجود في الموقع، سوري موديل موجود بي يعني كبي اي ام موديل، او ان انا اعمل له اميرجن واعرضه بقى في اي ار او في ار. عندي لازم يكون في سنسورز، والسنسورز دي اي عندي حاجه هتلاقي فيها كلمه سمارت في الثقافه بتاعتنا كمهندسين هتلاقي فيها اي او تي وسنسورز على طول. فهتلاقي ان انا عندي السنسورز دي محتاجينها عشان كنت كولكت الداتا، وعشان اكولكت الداتا دي المفروض تبقى موجوده على كلاود سيرفيس زي مايكروسوفت ايجور اللي احنا شفناها، او اي بي ام، او ايا كان بقى الشركه اللي احنا بنستخدمها. و لازم يكون عندي فيه داتابيز. الداتابيز دي هي دي اللي بتساعدني ان انا اجمع الداتا. الداتابيز بالنسبه لي للموديل هي ممكن تكون الموديل بتاعي، او ممكن تكون الجي اس داتابيز، او داتابيز بقى كبيره بتجمع كل ده، الداتا اللي جايه من السنسورز مع الداتا بتاعت الجي اس مع الداتا بتاعت البي اي ام موديل، واقدر اطلع اناليتكس ومعلومات كتير جدا اقدر احسن بيها من البرفورمانس بتاع المبنى، واقدر حتى ان انا بعد كده يخليني اطلع معلومات تخليني اقلل من الكوست، سواء بقى الكوست كانت الماديه او الكوست كانت انرجي او ايا كان الكوست اللي انا اقدر اقللها بعد كده. طيب
اوكي. وبكده ان احنا نكون خلصنا كلام عن الديجيتال توين. طبعا يعني كل جزئيه فيه هي تخصص لوحدها، سواء الاي او تي او الكلاود كومبيوتنج، او يعني في حاجات حتى جت معانا كده بالذكر كمسميات بس، زي البي ار والاي ار. بس اللي احنا عايزين نقوله ان احنا اصلا في سولوشنز نقدر نستخدمها جاهزه بتعمل ده، يعني في شركات بالفعل جاهزه تقدر تعمل ده، ومش لازم ان انا اللي ابرمج كل حاجه. لكن ده يخليك، رغم ان انت طبعا يعني فكره ان في اي اي وان في اوتوميشن، ده من جهه ما هو في خطر على بعض الناس اللي هم شغلهم في ريبيتيتيف ورك كتير، وشغلهم بيتعاد ومش محتاج ابداع. ده هيأثر عليهم الحقيقه، هيأثر على فرصهم في الشغل. لكن لو انت بتقدر تستخدم التكنولوجي سواء كاند يوزر او كراجل بتبرمج، كده كده بتبرمج، فانت دخلت تعتبر في كارير مختلف. بس انت حتى كاند يوزر، كراجل مستخدم للتكنولوجي، فانت اضمن ان انت كده ماشي مع التكنولوجي. مفيش تاريخيا مفيش حد وقف قدام التكنولوجي وقدر يكمل. فدايما فكره التحجر، لا اصل دي مش هتفيد، اصل الكلام ده رفاهيات. التكنولوجي بتتطور بسرعه، وده بيخلي سعرها ارخص. فلو النهارده هي سعرها غالي والجهات المختلفه مش راضيين يستخدموها عشان خاطر ثمنها، فبكره سعرها هينزل احدث منها وهي هترخص، فهتلاقي ان الجهات بتستخدمها، لان التكنولوجي وظيفتها ان هي سعرها غالي، بس هي هتقلل من الكوست بعد كده قدام للي طيب انا هبدا اشوف الاسئله اللي كانت اتبعتت، وقلت ان احنا ان انا هرد عليها في الاخر قبل ما اخد الاسئله. لو لاي كوميونيكيشن هتلاقوني على لينكد ان، وحتى على فيسبوك بنفس الاسم هشام جمال جعفر، في جروب بنتكلم فيه على التكنولوجيز والحاجات اللي تخص البي ام من منظور الناس بتوع التكنولوجي والسوفت وير. فيسبوك جروب اسمه بروجرامينج فور بي ام، او هتلاقي الشانل بتاعتنا على يوتيوب في كوميونتي. خلينا نبدا ناخد الاسئله واحده واحده، الاسئله اللي هي فوتناها وما جبناهاش. احنا ردينا على مدى تاثير الجي اي اس على البيلدينج اورينتيشن واللوكيشن. هو طبعا عنده معلومات كافيه عن اتجاه الرياح والاضاءه نقدر نستخدمها. هل ممكن يتعمل انتجريشن بين البي اي ام والجي اي اس؟ هو بالفعل في انتجريشن ما بين البي اي ام والجي اي اس حاليا. البي اي ام والجي اي اس ممكن يتم انتجريشن ما بينهم من غير داتا. يعني ايه من غير داتا؟ يعني يتم على مستوى البروسيس. يعني ان انا عندي الجي اي اس بيستخدم في مرحله البلاننج واطلع منه معلومات، او ان انا اقدر استخدمه في حتى في الكونستراكشن سايت بلاننج، اقدر استخدمه في التراكنج بتاع الفيكلز وهي بتتنقل ما بين مكان لمكان. كل ده اقدر استخدمه، يعتبر انتجريشن ما بين البي اي ام والجي اس على مستوى البروسيس. لكن على مستوى البيانات والسوفت وير، فمؤخرا التعاون اللي تم ما بين ديسك وازري من 2017 تم الاعلان، واعتقد بدا نحصد ثماره في الفتره الاخيره. بقى في انتجريشن ما بين البي اي ام والجي اي اس على مستوى الموديلنج وعلى مستوى الداتا، باستخدام اكتر من برودكت من موضوع ازري واوتوديسك. هل في مكان اتعلم منه او بي اي؟ في اماكن، وفي دلوقتي حتى في ريسورسز اونلاين تقدر تشوف منها الكورس. كان في يعني كان في مشكله زمان ان الكورسز اللي كانت موجوده تقريبا كان كورس او اتنين بس كانوا بالانجلش، فكان دي بتسبب مشكله لبعض الناس. دلوقتي بقى في اكتر من كورس موجود بالعربي على الانترنت، غير طبعا في كورسز اوف لاين كتير يعني. بس يعني دايما بنصح ان الناس تبص على الحاجه اونلاين الاول، انترستد يكمل،
مش انترستد فخلاص، بدل ما يروح يجرب بالفلوس. دي اي او تي ماشي، دي احنا قلناها. في كان في هنا باشمهندس خالد بيقول برنامج احسان من المستقبل لاحمد الشقيري كان جايب امثله من متحققه ومنها في الوطن العربي، ده حقيقي. مثلا في دبي هم بداوا يستخدموا يعني هم بيستخدموا البي اي ام، بيستخدموا الجي اس، بيستخدموا الاي او تي. ما اعرفش هل عندهم الموضوع وصل لديجيتال توين ولا لا، يعني هو عندهم في استخدموا بقى الداتا اللي جايه من الثلاثه دول عشان خاطر يعملوا سيميوليشن كامل في الريل تايم للمدينه ولا لا. بس اعتقد هم عندهم الكابابيلتيز يعملوا ده. حتى هم عندهم سيستم اعتقد اسمه جيو بيل، السيستم ده وظيفته ان هو بيعمل اوتوميشن اصدار التراخيص بتاعه البناء. الحمد لله كان ليا فرصه ان انا اشتغلت في النسخه السعوديه من البرنامج ده، هو برنامج يعني من السولوشن ده. النسخه دي اللي معموله موجود فيها انتجريشن بين البي اي ام والجي اس والكلاود كومبيوتر، غير طبعا سنغافوره. سنغافوره من اكثر البلاد المتقدمه في البي اي ام وسابقه دايما، هتلاقي حتى هي عندها الكود بتاعها بتاع البي اي ام وعاملين ديجيتال موديل للمدينه. حتى ممكن تشوفوا فيديو عن الموضوع ده. في البي اي ام والجي اس تمام، في انتجريشن ما بين البي اي ام والجي اس على مستوى الموديلنج وعلى مستوى الداتا وعلى مستوى البروسيس. طبعا يعني هم التفاصيل بتاعته كتيره، لكن هو يعني كاجابه مختصره ده موجود. والبرودكتس بتاعت ازري واوتو ديسك بتقدر دلوقتي تقدر تتكلم بعضها وتفهم بعضها، سواء على مستوى الفيوينج او على مستوى الداتا البيانات نفسها. ماشي باشمهندس خالد. ألو، اتفضل. أنا بشكر حضرتك جدا والله على المحاضرة دي، أنا كنت متحمس لها جدا بصراحة. ربنا يعزك. هو أنا لسه طالب في تالتة مدني، كنت عايز أسألك على كده حاجة. اوكي أنا دلوقتي أصلا اتعلمت بروجرامينج، يعني اتعلمت سي بلس بلس وقربت أخلص بايثون، وماشي بتعلم ارتفيشال انتليجنس وماشين ليرنينج، يعني بتعلم، ممكن تكون عارفة اللي هو أندرو إن جي ده اللي هو كان في جوجل برين والحاجات دي، متعلم منه ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس لحد دلوقتي. انا بقى مش عارف ازاي اطبق الكلام ده او افهمه، هل هيفيدني مستقبلا ولا لا، ولا انا بتعلم تكنولوجي ترند وخلاص، يعني الموضوع معقد شويه بالنسبه لي. بس انا لا حابب هو معقد للكل. طيب اتفضل لو كان سؤال. انا حابب الماشين ليرنينج، وانا عارف انها هتبقى ليها مستقبل كويس جدا في الموديلنج، في الاستراكشرال ديزاين والحاجات دي والداتا ساينس، لان احنا عندنا بيج داتا والكلام ده انا متاكد منه. بس انا مش عارف بقى هل ده هيقدر يفيدني في مصر، ولا الموضوع هيبقى صعب، ولا هو هيفيدني انا مستقبلا ولا لا. بس ده اللي كنت عايز اسال فيه. تمام. يعني مبدئيا هو فكره ان انت تكون بتذاكر حاجه وانت لسه مش شايف هي ليها استخدام دلوقتي ولا لا. بص يعني انا اي كان ريليت جدا اللي انت بتقوله، لان يعني في حاجات كتير جدا انا كنت بذاكرها على مستوى الهوايه، مع الوقت والله ما كانش حتى في نيتي ان هي تكون في يوم من الايام مصدر مكسب، يعني مع الوقت هي بقت حاجه موجوده. التكنولوجي تحديدا مهما كان احنا عندنا مشاكل في قطاعات، ففي التكنولوجيا احنا ماشيين مع العالم. يعني هم بيعملوا يعني خصوصا على مستوى السوفت وير، اقصد على مستوى الهارد وير، كمان على مستوى السوفت وير احنا مش متاخرين خالص في الحته دي. وطول ما بره هم بيجروا احنا بنجري معاهم. ده لو انت شايف انهم مش ممكن ما يوفرلكش فرص هنا. انا اعتقد ان هو مع الوقت هيكون في فرص، وهيكون في فرص كتير، ومش هتقارن ثمنك في السوق، مش هتقارن بثمن حد ما عندوش السكيلز دي. من ناحيه تانية هو السوق بتاع الحته دي عالمي، مش بس في بلد واحده. يعني دي نقطه. النقطه التانيه فكره ان انت تتعلم تول
او تكنولوجي، ده مش معناه ان انت هتقدر تطلع منه اوت. دي حقيقه مؤسفه، يعني انت ممكن تكون بتعرف تعمل ابلكيشن بس انت ما عندكش فكره عشان تعمل ابلكيشن بيعمل حاجه معينه، بس انت بالتعاون مع حد تاني تقدر ان انت يعني تستفاد باللي عندك. فتلاقي مثلا في شركه معينه عايز تعمل سولوشن معين وعايز تستخدم الحته اللي عندك دي فتجيبك. طب كنت عايز اسال في اخر حاجه بس اتفضل. دلوقتي، في الماشين ليرنينج انا بتعلم دلوقتي، في الكورس اللي هو المعتمد عالميا اللي الناس كلها بتاخده بتاع واحد اسمه اندرو انجي في جوجل برين، عارفه هو بيشرح بالماتلاب. اه في كورس بقى على يوديمي اسمه ماشين ليرنينج ناو ديجري بتاع دكتور اسمه تامر في الاي يو سي، جايب نفس محتوى كورس بايثون على يوديمي وعامله بالعربي، بس انا فاهم من اندرو ان انا واخد له حاجات ارتفيشال انتليجنس، بس انا مقلق من حته انه ماتلاب، وانا عايز يعني انا حابب البايثون لان الكوميونتي بتاعته اوسع، فهل ده هيصعب لي بعد ما اتعلم بالماشين ليرنينج بالماتلاب؟ هل هيبقى صعب ان انا احوله للبايثون بعد كده؟ لا بص، انا دايما يعني دايما بقول الموضوع ده، اللي بيتعلم لغه برمجه بالنسبه له بيبقى سهل جدا ان هو يتعلم اي لغه برمجه تانيه، فانا مش شايف ان هيكون فيها مشكله. احسن ان انت تتعلمه البايثون ده اكيد، لان البايثون هو لغه برمجه فتقدر ان انت تربطه باي سوفت وير تاني، عكس الماتلاب وهو حاجه منفصله بذاتها ما تقدرش تربطها بسوفت بابلكيشن. انا طبعا يعني لو تقدر ان انت تذاكر البايثون ده كويس، ما قدرتش فلو انت لو انت شاطر في البايثون ودرست الاي اي في الماتلاب تقدر ان انت تماب بسهوله. تمام، يعني انت ترشح لي ان انا اخد اللي هو اليوديمي اللي هو بالبايثون اللي هو مع الدكتور انا ارشح لك اللي العربي ده. بالبايثون طبعا، طبعا اللي بالعربي لو هيساعدك. هو اللي بالعربي هو اللي بالبايثون صح؟ هو لا المفروض طبعا جايب نفس طبعا المحتوى، طبعا يعني هو هروح له، في طبعا كورس، هروح له. تمام، هو في كورس على ايه؟ على يوديمي جايب 260 الف انرولمنت اسمه ماشين ليرنينج فور داتا اند داتا ساينس باي بايثون، ده هو الراجل ده جاب نفس الكورس بنفس المحتوى وراح عمله بالعربي عشان يبقى اول محتوى عربي يعني، وهو واخد ريتنج اسمه ايه؟ اسمه 4.4. ايه الدكتور؟ اسمه دكتور تامر، مش فاكر والله تامر ايه، بس هو التيم اللي معاه اسمه تيم سوبر داتا انتليجنت وداتا ساينتست ومش فاكر بقية التيم، بس هما 2 من امازون وواحد من جوجل هما اللي عاملين الكورس معاه. هو في انا ممكن يعني انت ابعت لك اللينك على لو لينكد عندك ان. لينك ممكن تحطه. اه بالظبط، لان في ناس في الشات طالبين اللينك. خلاص تمام، هجيبه دلوقتي واحطه. وعايز اقول لك حاجه، يعني هو بالفعل في دلوقتي استخدام للارتفيشال انتليجنس في ال في الكونستراكشن، يعني في البرودكتس الجديده بتاعت في الاي سي كوليكشن بتاع اوتوديسك، ان انت تقدر بيديتكت بالصور يقول لك خد بالك انت عندك هنا في مشكله. يعني هو اوتوديسك مش هي اللي عاملاها، هي عامله اتفاقيه كده مع شركه نسيت اسم الشركه ايه، ان هم يقدر يعمل يعني الصوره لما تشوف مشكله معينه تقدر تشوف الصوره دي وتقول لك والله خد بالك انت عندك هنا في مثلا تسريب ميه، خد بالك انت عندك هنا في كذا. فبالفعل اصلا في سولوشنز طلعت في الحته دي، انا ممكن اقول لك حتى على اسم الشركه تمام، بحيث ان انت طبعا انا تدخل تاخد منهم افكار. اقصد يعني طالما انت معاك التول، بس انت اللي ناقصك الحته بتاعت ان انا مش عارف استخدمها في ايه، صح؟ ده اللي تقصده. مش عارف اطبق يعني. ماشي، يعني انا بحاول اشوف لك في كورس برضو معمول على ايدكس من جامعة ان يو اس في سنغافورة اسمه داتا ساينس فور كونستراكشن اند اركتكتشر، ده الناس كلها بتقول عليه كويس جدا، بس انا يعني ما دخلتوش لسه، بس هو ده يعني ده الكورس ده ناس كتير قوي دخلته وعرفهم بيقولوا عليه كويس جدا، بيديك بقى كل حاجة من الداتا ساينس ليها علاقة بالكونستراكشن اصلا وازاي تستخدم الداتا ساينس في الكونستراكشن. بص، انا في حاجه دايما بقولها ومحدش بيصدقها، بس يعني انا هقولها تاني وتالت ورابع. البرمجه او اي حاجه ليها علاقه بالسوفت وير بالكمبيوتر ساينس اتعلمها زي بتاع الكمبيوتر ساينس بالظبط، زي ما حضرتك بتعمل يعني، بس انا بتكلم للناس كلها. وان انت توجهها ناحيه الكونستراكشن او الاركتكتشر ده ابسط حاجه، ده اسهل حاجه. يعني احنا كنا بندي دبلومه مدتها 9 شهور الناس تتعلم فيها، يعني المفروض يطلع منها بالبروفايل بتاعنا اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه ده، الناس تقعد 9 شهور بتتعلم برمجه وبتاخد منهم اسبوع
بتعلم فيهم اي بي اي بتاع سوفت وير انجينير، بتاع انجينيرنج سوفت وير، ريفت او كده او ايا كان، متخيل؟ من اصل 9 شهور. تمام. ما هم ده عندهم الجزء البيزك. الاسهل، ده الجزء الاسهل. لان هو في الاخر انت مهندس وعارف التولز بتاعتك، يعني انت عارف الكونسبت نفسه وعارف التول اللي انت بتستخدمها في الموديلنج مثلا او في الاناليسز او ايا كان بقى الحاجه اللي انت بتستخدمها، فانت عارف الامكانيات وفي نفس الوقت معاك لغه البرمجه، انت مش محتاج حاجه تاني، مش محتاج حاجه تاني خالص يعني. تمام. يعني انا كده مكان الجمال اللي هو الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، انا كده ماشي صح. انا قلت بس اتاكد انا من حضرتك. بص وايدك بشده، وايدك بشده، واوعى تطلع يعني تسيبها لاي سبب من الاسباب، اوعى تسيبها لاي سبب من الاسباب. عموما ما تستخسرش في نفسك انك تتعلم حاجه، يعني ده بغض النظر بقى عن الماشين ليرنينج، ومع الوقت هتلاقي نفسك استخدمتها. بس حاجه طبعا زي السوفت وير اكيد اكيد هتبقى، يعني مش بس هتبقى تستخدمها، يعني من وجهه نظري ان شاء الله يعني ربنا يكرم هتكون كمان مربحه. تمام ماشي، شكرا جدا لحضرتك. انا كمان هجيب العفو دلوقتي على ايه؟ الكورس واحطه في الشات، هحط تمام. الكورس انا دلوقتي في بحب، الشات. وانا برضو لو انا دلوقتي كنت ببص كده على على اسم الشركه اللي هي كانت مع اوتوديسك اللي عامله الماشين ليرنينج، بس الحقيقه مش تقريبا. بس انت يعني ببساطه لو انت عملت سيرش على ماشين ليرنينج، اوتوديسك ماشين ليرنينج، هتلاقي اسم الشركه اللي هي الابلكيشنز بتاعت الديسك والكوبريشن في الحته دي. خلاص تمام، شكرا جدا لحضرتك. طيب، تفعيل الكود المصري للبيم هو الكود يعني المفروض صدر، بس هو المشكله احنا حاليا الدنيا كلها متعطله عشان خاطر الاحداث اللي حاصله. الكود الحالي من وجهة نظري يعني هيحتاج نسخة واثنين وثلاثة عقبال ما فعلا الناس تبدأ يعني نقدر يوتلايز البي اي ام بأكبر شكل ممكن في شغلنا. ممكن تظهر وظائف وتختفي وظائف، أكيد هيظهر وظائف وتختفي وظائف بسبب التكنولوجيا، مش بس في الكونستراكشن، في أي قطاع. إيه هي الوظائف اللي هتختفي؟ اي وظيفه بتعتمد على جهد متكرر. لو وظيفتك بتعتمد على جهد متكرر اعرف ان هي مساله وقت. يعني دايما كنت بقول ايه، لو وظيفتك عباره عن شغل بيتعاد فاستعد للاستبعاد. الوظائف بقى اللي هتظهر ف يعني دي طبعا صعب التنبؤ بيها، بس اي شغلانه موجوده فيه قطاع السوفت وير، يعني مثلا في يعني كان في مقاله موجوده في بيم اريبيا في العدد اللي قبل اللي نزل دلوقتي، كانت بتتكلم عن ازاي ان مجال السوفت وير هيوفر فرص ل مجال السوفت وير في القطاع الهندسي، يعني هيوفر فرص ازاي للمهندسين. فممكن حتى تبصوا على المقال ده، بيتكلم عن الحته دي من وجهه نظري يعني. ماشي، ده لينك الكورس يا جماعة للي كان بيسأل عليه. بيجاوب تقريبا على باشمهندس خالد. باشمهندس محمد، طيب عندك سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا باشمهندس على المحاضرة الجميلة دي بس كنت عاوز ان حضرتك كنت لو كان في تفصيل اكتر ازاي الريفت بيشتغل وازاي الداتا فيه بيحصل لها، يعني مثلا ازاي انا بكريت فاميلي او ازاي انا بكرر منها اعداد بعد كده، ازاي مثلا انا استفيد بالاي بي اي في موضوع الريفت او اي برنامج تاني. كنت عاوز مزيد من التفاصيل في الموضوع ده. اوكي، يعني هو الحته دي متعلقه اكتر بالجزء بتاع الاوتوميشن. حضرتك بتعرف تكتب لغه برمجه معينه؟ انا بحاول اتعلم دلوقتي بس لسه ما، يعني انا في الكليه طبعا درسنا سي، لغه سي، كويس. بس لسه يعني الواحد مع يعني مع التخرج وكده نسيت كتير منها، بس الكونسبت موجوده. طيب لو الهدف بتاعك هو الريفت اي بي اي، لو الهدف بتاعك هو الريفت اي بي اي، فانصحك ان انت تمام هتعلم سي شارب.
تمام. وهتلاقي اصلا يعني هو الحته الصعبه زي ما كنا بنقول، هو حته بتاعت البرمجه مش الصعبه بس الجزء اللي فيه وقت كبير ومجهود كبير. ممكن تبدا بالكورس، يعني هتلاقي على التشانل اللي هي في كوميونتي هتلاقي فيها فيها كورس سي شارب ممكن تبدا معاه، والمفروض ان احنا نكمل، واتمنى ان مع الوقت يعني الواحد يقدر يلتزم وكمان ينزل حاجات ليه للريفت اي بي اي ويتكلم فيها عن الحته اللي اتكلم عنها دي، بس هي حته تكنيكال شويه فهي مش تخلص ابدا في المحاضره يعني. تمام شمس. طب لو حضرتك لو مثلا ممكن نعمل الكورس الريفت اي بي اي على بيم ارابيا يبقى حاجه جميله جدا. خلاص احنا كده كده يعني يعني بيم ارابيا بيتنا طول الوقت، فاحنا ان شاء الله في حاجات كتير والله عايزين نتكلم عنها، في حاجات كتير عايزين نعملها، فربنا ييسر ان شاء الله كل حاجه منها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا حضرتك يا باشمهندس. شكرا ليك. شكرا. اخد سؤال من الشات. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، الله يكرمك. انا طولت معلش يا باشمهندس عمر. لا العفو يا استاذنا، بالعكس يعني المحاضره كانت في الوقت الكويس بتاعها والاسئله ممتازه الحمد لله، يعني في وقت صار خلصنا. وانا بدات معرفتي بالبشمهندس هشام ان كان في حد بيذكر ان هو دخل كورس كويس جدا واستفاد منه، وجيت بقى ان الفرنسي هشام هو اللي عامله، فكان تعرف كويس. هو ما شاء الله في ميزه في المحاضرات في الكورسات اللي هو بيديها ان هو بيربط بين البيم والجي اي اس والبرمجه، فبتوسع المدارك، واللي بيتعلم برمجه بيقدر يتعلم اي برنامج بعد كده لانه بقى فاهم المبرمج نفسه كان بيفكر في ايه وعايز يعمل ايه، فبيسهل عليه كتير جدا يعني. وحتى لو انت ما شغلتش مبرمج وشغال مهندس عادي معماري وانشائي او كهروميكانيكال، فهتلاقي البرمجه توفر لك وقت كتير، يعني الحاجه اللي ممكن تاخد منك 5 6 ايام ممكن تعملها في دقيقه يعني بعد اذن المهندس هشام. ان انت ممكن مثلا تكون حاجه بتتكرر معاك كتير فتروح مديله امر واحد، يعني مثلا معاك مبنى مثلا 100 دور فتقول له مثلا لا غير لي مثلا الحرف ده من كذا لكذا، فبدل ما تاخدها واحده واحده ممكن تعمل لها برنامج، سواء مثلا كنت شغال اوتوكاد ممكن تعملها بالاوتوليزب او الفيجوال بيزك، لو شغال مثلا ريفيت ممكن تعملها بالسي شارب او الفيجوال بيزك او بالروبي او بايثون، فهتلاقي البرمجه حتى لو انت مش شغال مبرمج بتوفر لك وقت كتير وبتخليك متميز، يعني تقدم في شركه الناس عارفه ان انت تقدر توفر لهم وقت كتير جدا، لو هم عايزين يعملوا اي حاجه والبرنامج نفسه ما يعملهاش انت تقدر تعملها. محاضرة كويسة جدا، وفي فيديو كنت حاطط الرابط بتاعه تبع المهندس هشام اسمه ازاي المهندس لو انت مهندس وعايز تتعلم برمجة، اهوت ده على القناة بتاعته، فريت الناس تشارك فيها هتلاقي فيها شوية افكار حلوة، يعني تقريبا كل الكلام اللي انا بقوله واخده من الفيديو دوت ان شاء الله. ربنا يعز حضرتك. الله يكرمك يا استاذ. هحط الرابط بتاع الحضور على اساس ناس تسجل على اساس موضوع الشهادات اهوت. وجزاكم الله كل خير يا استاذنا، وان شاء الله يعني يبقى لنا لقاءات ثانيه كتير. شكرا والله، شكرا لحضرتك وشكرا لكل المنظمين على اتاحه الفرصه دي، يعني اتمنى ان اكون استغلتها استغلال كويس. الله يكرمك، الف شكر لحضرتك يا استاذ. ان شاء الله مسك الختام بتاع المؤتمر بكره ان شاء الله، يعني اتمنى الناس تحضر المحاضره بتاعت بكره باذن الله. احط لكم برضه الرابط بس الناس تقدر ايه تبقى موجوده.
احنا خلاص خلصنا، انا سايب بس الحجره مفتوحه.